تعالوا مع حضراتكم نروح لعيد ميلاد سعيد لعمرو السوليه. طبعا كل سنه وانت طيب يا عمرو، عيد ميلاد سعيد عليك، واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، عيد ميلاده بكره ان شاء الله بنحتفل بيه، نروح نشوف احتفاليه، يعني هنحتفل بيه على طريقه النادي الاهلي. عمرو السوليه لاعب يمكن في السنوات اللي فاتت اثبت جدارته على المستوى النادي، على مستوى المنتخب، فبنقول له كل سنه وانت طيب يا عمرو. لاعب مميز صاحب بصمه كابتن، وكان عيد ميلاده طبعا من 3 ايام. صحيح. ولاعب كابتن مهم جدا برضو ان احنا نشوف ان عمرو السوليه لاعب 37 مباراه منهم 27 مباراه لاعبهم دقائقهم كامله، لاعب بيقدم مستويات مميزه جدا. اعتقد ده من اللعيبه لازم نفكر الروتيشن ليها قبل مباريات الرجاء، وطبعا اكيد بنقول له كل سنه وطيب. نشوف عمرو السوليه وحاجه كده رقيقه من الاهلي في رمضان لعمرو السوليه، وبعدها نستقبل كابتن رمضان السيد.